فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك، من أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنه بضعة منك ومس ذكره بغير شهوة، فهل يأثم وصلاته غير صحيحة؟ هذا ناسخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، يعمل بالناسخ. نعم، فيعيد الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.